بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سائل يسأل يقول: طلقت امرأتي وهي حائض، فهل وقع الطلاق؟ نحن نقول له أن الطلاق واقع لما روي عن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنه طلق امرأته في الحيض. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هكذا أمرك الله يا ابن عمر؟ أمرك أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل طهر تطليقة. فهذا دليل أن طلاق الحائض واقع، وفي رواية: مره فليراجعها. فهذا أخواني الطلاق واقع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا عن نومة الغافلين، وأن يحشرنا تحت لواء سيد المرسلين، لا مغيرين ولا مبدلين، والحمد لله رب العالمين.